خيبة أمل جديدة تواجه الإطار التنسيقي بعد تأجيل جلسة الحوار الثانية اللي دعا لها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في القصر الحكومي. وليش سميناها بخيبة الأمل؟ لأن أكو مصادر قالت لنا بأن الإطار كان يخطط من خلال اجتماع اليوم في القصر الحكومي مع كل الحضور إلى الاتفاق على عقد جلسة لمجلس النواب في المرحلة المقبلة. هاي الجلسة تكون في أربع أماكن اختارها التنسيقي، يعني واحدة منهن في العاصمة بغداد، واللي تتوزع بين قصر السلام أو القصر الحكومي بداية أو قصر السلام، قصر رئيس الجمهورية وجامعة بغداد، فضلا عن قاعة الضيافة في مطار بغداد الدولي. ولأجل استكمال مثل ما قلنا اختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء. لكن سبب خيبة الأمل هو الجواب اللي جاء للاجتماع أو جاء للإطار التنسيقي أو حتى لصاحب الدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من قبل السيادة والديمقراطي بحسب المصادر، هو اللي سبب هذه الخيبة اللي حكينا عليها، واللي دفع وأجل اجتماع اليوم يعني إشعار غير معلوم، لأن طرفي إنقاذ وطن أرهنوا حضورهم للاجتماع بحضور السيد مقتدى صدر، ما يعني أن التنسيقي يعني اليوم وقع أمام مو فقط صراع شخص واحد بل ثلاثة أشخاص عادت من جديد، وهو إعادة ترتيب الأوراق بين التحالف الثلاثي والتنسيق ما زال قائما. بالمقابل اليوم وزير الصدر استهجن من خلال تغريدة إلى هواية أمور تخص القضاء والأحزاب والطبقة السياسية والتسريبات، لكن أكو عتب وبسامير وجهها إلى الأطراف الأخرى التي رفعت شعار الإصلاح في تشرين 2019 والشعب العراقي ككل، حيث قال من خلال تغريدته: كيفما تكونوا يولى عليكم، ولا يغير الله ما بشعب ما لم يطالبوا أو يطالبوا التغيير تغيير واقعهم المرير. وكأن الرسالة هي لباقي تنسيقيات التشرين أو باقي تنسيقيات تشرين التي ما زالت مترددة وغير متشجعة للمرحلة المقبلة، ما ندري تشجعت لو بعد تجاه استكمال الثورة، وهنا نحكي على ثورة طبعا تشرين.